FM. الكل ملك. بارت اليوم. أحضر بحضنا الشيف غيساء إزعي. مع سلامة غيساء. أهلا أمال, شحوي لك لبيح. الحمد لله, مرحبا بيك معنا على كاب اف ام. دونك غيساء اليوم باش نعملوا جلاس, أما للناس اللي عاملة ريجيم خممنا فيهم بالكدي, ما نحرموهمش من الجلاس, ينجموا ياكلوا, أما كيفاش يعملوه وحدهم في الدار؟ بتحبي الفريز انت على الأخر وهلا وقته وبنين الفريز, وارتفعت الحرارة صارت كتير سخنة وشو بالدنيا, ولازمنا حاجة باردة هكايا نبردوا بها سيغتو العشية علاش لا, وحاجة صحية اون بلوس صحية وبالبيت في الدار. للبيت للصغار اللي بيحبوا الفريز كمان فيها الام تعمل لهم اياها. رح نجيب كاسين فريز فريش بنكون احنا مشترينهم, بننظفهم منيح, بنشيل الورق الاخضر منهم. بعد ما بيكون نشفوا رح نحطهم بكيس خاص بالفرايزر, بنفرزنهم لحتى يتجمدوا. بعد ما تجمدوا بنطلعهم بنحطهم بالخلاط, بدنا نخلطهم مع شو؟ مع عصرة ليمون, معلقة ليمون ومعلقة عسل ونص كاس ياغورت ناتوريل. هلا السرب الياغورت ناتوريل بتحبي انت يكون من حليب خالي الدسم عشان يكون اقل كالوريز, او ياغورت عادي. بنخلطهم كلهم مع بعضهم, بتصيري بتشوفي امل القوامة تماسك, تحسيها كثيف. خلص كتير صار منيح, بنوقفها هي دقيقتين ثلاث دقائق مو اكتر, بنحطها بعلبة لحتى نحفظها نحنا بالفرايزر امل. بنحطها بنعبيها بنسكرها, لازم نسكرها حتى ما تكون هالقشرة التلج اللي بالفرايزر. بنخبيها بالقدي معناها كتير منيح, ونحطها بالفرايزر مو اقل من ثلاث ساعات. بتطلعها بعدين بعد ثلاث ساعات او بيتيها بليلة مو مشكلة, بتاخدي بالقطية تبع الجلاس كي بيطلعوا ديبول جلاس تبع الفريز. تخيب يا دونك سهلة على الاخر. وغيسة هوني نتصور نجمو نعوضوا مثلا الفريز بالكيوي, نجمو نعوضوها بغلة اخرى ولا بدك تشوفي؟ لانه احنا الفواكه فيها نسبة مي اكتر من التانية, والياوخت بيكون شوي اقرب للليكويد, يعني حسب نسبة المي بتحطي الياوخت. كمان عينك ميزانك. فوالا, معناها نجمو نعوضها بغلة واحدة اخرى, اما انت ديما عينك ميزانك مع الياغورت. اي مشان الجلاس قوامه شوي متماسك حتى ما يكون مرخوف. لا, نص كاسة لبن على كاستين فريز كتير منيح. فلا هوني هذي بالنسبة للناس اللي عاملة غيجيم, سينا مش عاملة غيجيم نجم تزيد سكر. ايه فلا فيكي تحطي سكر, اما مرحي مش سكر كما انا مثلا نزيد السكر, لازم السكر مو مثل نحنا اللي بنعاني بالدايت يا امل. فلا نزيد السكر قد ما نحب, زيدا ما عندي حتى مشكلة. صح وانا نتعديو غيسة الغسيت بتاعنا ثانية. اليوم باش نعملو المايونيز في الدار. المايونيز رح نعملو, رح نجيب بيضة بتكون بدرجة حرارة الغرفة, يعني اوعى ناخد بيضة من البراد رح يفقص معنا المايونيز. ناخد بيضة عادية, بنحط لها معلقة صغيرة موتارد, معلقة صغيرة ملح, وكاسة زيت نباتي. او اذا كان عندك زيت زيتون لازم يكون زيت زيتون الخفيف مو تقيل. ومعلقتين كبار خل ابيض. اذا معلقة صغيرة موتارد, معلقة صغيرة ملح, ومعلقتين كبار خل ابيض, وزيت من نباتي قطانية الموجود مع البيض. هلا رح نخفقه نحن بالخفاقة. هلا درجة الخفاقة بتبدي من خفيف لقوي, تبدا بشوية وتقوي. تمام, بهيك ضل 3-4 دقائق بتشكل قدامك شكل المايونيز. هلا يمكن يطلع هذا الغوسيت يطلع مصفر شوي لانه انا حطيت البيضة كاملة ببياضة بصفارة, فيك تعوضي عنا ببياض بيضتين عشان يطلع ابيض ابيض, يعني لونه ابيض, يعني تحط زوز ابيض متعظم بس. مو مثل انا هلا قلت لكم بيضه كامله. هلا انا ما عندي مشكله, كل واحد كيفاش يحب معناها. فما ناس اصلا ما تاكلوش هي الاصفر متاع العظم, دونك فلا تعمل الابيض زوز عظمات متاع ابيض. سينو كان تحبوا لونه اصفر شويه بنخلي الاصفر متاع العظم, خلي البيضه الكلها معناها العظمه. انت تعرف عاد فلا. يعطيك الصحه غيسة, ميرسي بوكو اللي كنت معنا اليوم, وان شاء الله مره جايه كالعاده. انا كانت هذه دبارة اليوم. دبارة اليوم. دبارة اليوم. كاب اف ام. الكل ملك.